اليوم تنشاركوا في الندوة ديال المعهد بروميتيوس الديمقراطية وحقوق الإنسان في قضايا ديال مراجعة مدونة الأسرة وأيضا القانون الجنائي، لاعتبار أنه جوج القضايا اللي عندها راهنية واللي تتعرف نقاش داخل المجتمع متزايد داخل المجتمع المغربي، واللي طارحة إشكالات كبيرة على مستوى التطبيق والواقع وفي علاقة ديال الصورة المغرب أيضا وفي علاقة أيضا بالتنمية وبمجموعة من القضايا ديال الديمقراطية، وأيضا لأنه تمس نصف المجتمع اللي هي المرأة واللي أكيد أنها خصها تكون عندها وضعية متقدمة داخل هذه القوانين الاعتبارات اللي ذكرت، عندنا دستور اللي تنص على المناصفة والمساواة، عندنا مواثيق دولية اللي صادق عليها المغرب، وعندنا تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية اللي مفروض تراعيها يراعيها أي تغيير لهذا القوانين. مدونة الأسرة سنة 2004 طبعا كانت طفرة نوعية في وقتها، اعتبرنا أنه فيها تقدم خصوصا في الديباجة ديالها اللي تتحدث على اللي تتنص على المساواة في الرعاية المشتركة داخل الأسرة والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة للنساء والرجال، ولكن مع الأسف هذا الشيء ما كاينش مقتضيات كاملة. الآن تنطالبوا باش أنه يتم تغيير ومراجعة هذه المقتضيات اللي مازال فيها تمييز النساء سواء أثناء الزواج أو قبل الزواج أو أثناءه أو بعد عند انحلال العلاقة الزوجية. تنقول أيضا خص مراعاة حقوق الأطفال، لأنه في مغرب 2023 لم يعد يقبل أنه يكون تمييز بين الأطفال اللي من علاقة أسرية أو زوجية شرعية واللي خارج الزواج. كاين مشكل ديال الأمهات العازبات، كاين مشاكل كثيرة على مستوى الأسرة، ثم مسألة ديال الولاية على الأبناء، المسألة ديال الطلاق اللي فيه عدة أوجه تيخصو يكون واحد الطلاق قضائي واضح ربما اتفاقي، كاين مسألة ديال التعدد اللي أصبحت غير مقبولة، ثم مسألة النسب إثبات النسب بالنسبة للأطفال، والمساواة في اقتسام الممتلكات، وأيضا مسألة ديال مناقشة الإرث على أرضية هاد الواقع. في جانب ديال الحريات الأساسية قانون جنائي مفروض أنه تعاد الفلسفة ديال القانون الجنائي اللي تراعي روح العصر والمشاكل والتحولات اللي كاينة داخل المجتمع، وتضمن الحريات الأساسية الفردية والجماعية، ويساهم هادشي طبعا في النماء ديال البلاد والنماء الديمقراطي بصفة عامة. اليوم كنحضر لهذه الندوة المنظمة من طرف معهد بروميتيوس من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. الهدف من الندوة هو فتح نقاش وحوار بين مختلف المتدخلين اللي كيشتغلوا في المجال حول التشريعات وحول القوانين وحول التغييرات الممكنة في القانون الجنائي ومدونة الأسرة اللي اليوم عليه هذا النقاش، وتفتحوا الأوراش ديالو مقترحات والمذكرات اللي عند المجتمع المدني. إذا اليوم جينا نناقشوا هذه التحولات اللي كاينه اليوم في المجتمع وهاد المعطيات العلمية والواقعية اللي ولات كتفرض اليوم ضرورة ديال تغيير ديال القوانين من أجل أنها تستجب لهاد التحولات، وهاد المعطيات هذه اللي بينات على نواقص واختلالات حقيقية في المنظومة القانونية والمنظومة التشريعية اللي كاينة في المغرب، خصوصا وأنها ولات كتقيس أمور اللي هي مفصلية في الحياة اليومية واللي هي كتنظم العلاقات الإنسانية اللي كتجمع المواطنات والمواطنين المغاربة. وهاد المعطيات هذه كتخلينا على أننا ضروري أننا نجاوبوا إجابة قانونية دقيقة اللي تقدر على أنها تستجب لهاد التحولات، إضافة لأن المغرب انخرط في منظومة ديال حقوق الإنسان، يعني في كونيتها وشمولياتها واعترف بالسمو ديال المواثيق الدولية. دونك هو اليوم مطالب على أنه يلائم القوانين ديالو وأنه يجاوب على هاد المتطلبات هذه، خصوصا بناء على مبدأين أساسيين: مبدأ ديال المساواة بين الجنسين يعني بين الرجل والمرأة والتكافؤ ديال الفرص، وعلى أن القوانين خصها تضمن هاد المساواة هذه، وحظر مبدأ ديال حظر جميع أشكال التمييز خصوصا عندما يتعلق الأمر بتدبير الشؤون اللي هي اجتماعية والشؤون الإنسانية والعلاقات الإنسانية بين المواطنات والمواطنين. وهذا الشيء علاش حنا اليوم باش نتكلموا على هاد المقتضيات التمييزية خصوصا المرتبطة بالعلاقات الرضائية اللي اليوم للأسف مازال القانون الجنائي كيجرمها. احنا ماشي ضد ان ماشي بغينا نفرضوا نموذج واحد على تنظيم ديال العلاقات الإنسانية والعلاقات الرضائية بين الراشدين، ولكن على الأقل نضمنوا حق الاختيار ديال مواطن أو مواطنة ملي كيبغي يختار واحد الشكل ديال العلاقة سواء داخل الزواج أو خارج الزواج، وما توليش عندنا ما تبقاش عندنا الاختيار ديال العلاقة أو الاختيار الشخصي مقابل ديالو هو السلب ديال الحرية كيف ما الحالة.
الان. زائد ان هاد الامور هذه هي مرتبطه ايضا بالمصلحه الفضلى للطفل، وكنربطوها خصوصا باشكاليات ديال اثبات النسب اللي للاسف حتى بوجود الخبره الجينيه احيانا ما كترتبطش ما كيترتبش عليها النسب، فقط كتثبت واحد العلاقه بيولوجيه بين الاب وبين الابن. اذا هذه كلها مقتضيات تمييزيه زائد الحضانه زائد الولايه الشرعيه زائد يعني واحد مجموعه ديال الامور اللي هي مازال كاينه في القوانين ديالنا واللي مفترض اننا نكونوا فيها بدون ما اننا ندخلوا في ثنائيه المحافظ والحدث الى غير ذلك، ولكن الوقائع شنو كاينه والواقع شنو كاين والتزامات المغرب اللي خاصها تبان علينا في القوانين ديالنا المغربيه والداخليه.